السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي، أهلا ومرحبا بكم مع الجزء الرابع من محاضرة التركيب الداخلي للسقان. وفي هذا الجزء سوف نتناول كيفية حدوث الاتصال الوعائي بين الجذر والساق وبين الساق والأوراق. كما نعلم وكما هو موضح في الصورة التي أمام الآن أن الجذر يكون مع الساق محور واحد، ويمتد خلال هذا المحور جهاز وعائي واحد اللي هو بيتكون من نسيج اللحاء ونسيج الخشب. نسيج الخشب ينقل الماء والأملاح من الجذر إلى باقي أجزاء النبات للساق والأوراق، كما يقوم نسيج اللحاء بنقل العصارة المجهزة من الأوراق إلى باقي أجزاء النبات. إذن لابد أن يكون هناك اتصال وعائي بين الأنسجة الوعائية الموجودة في الجذر والأنسجة الوعائية الموجودة في الساق عشان يتم نقل الماء والأملاح من الجذر إلى الساق ثم الأوراق، وكذلك نقل العصارة المجهزة من الأوراق إلى الساق ثم الجذر عبر نسيج اللحاء. السؤال هنا كيف يحدث هذا الاتصال الوعائي؟ إذا علمنا أن الحزم الوعائية في السقان تختلف عن الحزم الوعائية اللي في الجذر، يعني احنا بنقول لازم يبقى فيه اتصال وعائي. الاتصال الوعائي ده يحصل ازاي؟ اذا كانت الانسجة الوعائية اللي في الساق بتكون متجمعة على هيئة حزم، كل حزمة منهم تتكون من كتلة لحاء مع ذراع خشب وتمتد بطول الساق، لكن نوع الحزمة في الساق مختلف عن نوع الحزمة في الجذر. ازاي الكلام ده؟ بنلاقي الحزم الوعائي في الساق زي ما انا شايف في الرسم التخطيطي بتتكون من ذراع خشب وكتلة لحاء متجاورين قطريا، يعني على نص قطر واحد، بينما الحزم الوعائية في الجذر بتكون كتلة اللحاء على نصف قطر وذراع الخشب على نصف قطر مجاور ليه. فالحزمة الوعائية هنا نوعها مختلف عن الحزمة الوعائية اللي في الساق، علاوة على ان الخشب الاول في الجذر اللي هو بيمثل راس المثلث ده بيبقى للخارج، والخشب الثاني اللي هو قاعدة المثلث بيبقى للداخل، اما في الساق بيكون الخشب الاول للداخل والخشب الثاني للخارج. اذا كيف يحدث الاتصال الوعائي؟ كيف يكون هناك اتصال بين اللحاء اللي موجود في الجذر واللحاء اللي موجود في الساق، وبين الخشب الاول اللي موجود في الجذر بالخشب الاول اللي موجود في الساق، والخشب الثاني اللي في الجذر بالخشب الثاني اللي موجود في الساق؟ من حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ودي تعتبر آية وصورة من صور إبداع الخالق عز وجل في خلق النبات، ان توجد منطقة بين الجذر والساق، وتحديدا في منطقة السويقة الجنينية السفلى اللي بنسميها السويقة تحت الفلقية، بتوجد منطقة بين الجذر والساق يحدث فيها تحول في ترتيب ونظام الأنسجة الوعائية، لتتحول من الطراز الذي توجد عليه في الجذر إلى الطراز الذي توجد عليه في الساق، وتسمى بمنطقة التحول الوعائي بين الجذر والساق أو منطقة الاتصال الوعائي بين الجذر والساق. هذه المنطقة بيكون طولها بضع مليمترات، يعني بتراوح طولها ما بين 1 إلى 3 مليمتر، فده الجذر وده التركيب الداخلي للساق. بينهم منطقة هيحصل فيها تغير في ترتيب الأنسجة الوعائية من الحالة اللي موجودة عليها في الجذر إلى أن تصبح على الحالة الموجودة عليها في الساق، وهذا التحول له 4 نظم زي ما أنا أشوف. وياريت الناس ركز معايا كويس علشان تفهم الكلام ده. دي عبارة عن مجموعة من الرسومات التخطيطية بتوضح لي ترتيب الحزم الوعائية في الجذر زي ما أنا شايف هنا، أو القطاع ده في الجذر. بيبين إن الحزم الوعائية من النوع القطري، كل حزمة بتكون من كتلة لحاء موجودة على نصف قطر وذراع خشب موجود على نصف قطر آخر، وذراع الخشب مرسوم على شكل مثلث، رأس المثلث دي بتمثل الخشب الأول والقاعدة بتمثل الخشب الثاني، يعني الخشب الأول للخارج والخشب الثاني للداخل. آخر رسمة بتمثل رسم التوضيح الأسطوانة الوعائية في الساق، وبنلاحظ إن اللحاء والخشب متجاورين على نصف قطر واحد، عشان كده لما نقول عليها حزمة جانبية. ذراع الخشب برضو معمول على شكل مثلث اللي هو أخذ اللون الداكن ده، بس بلاقي رأس المثلث اللي هي بتمثل الخشب الأول جهة الداخل، والقاعدة بيكون جهة الخارج يعني جهة اللحاء. أما الرسومات اللي ما بين الجذر والساق فدي في منطقة التحول بين الجذر والساق عشان توضح لي التغيرات اللي بتحصل في ترتيب واتجاه الحزم الوعائية أو الأنسجة الوعائية حتى تصل إلى الطراز اللي هي موجودة عليه في الساق. وبيبقى في عندي 4 نظم للتحول الوعائي بين الجذر والساق. أول نظام فيهم اللي أنا أتكلم عنه اللي هو النظام ده، أول قطاع هنا بيمثل لي ترتيب الحزم الوعائية في الجذر، وعرفنا إن هي حزم وعائية قطرية، وبيكون الخشب الأول للخارج والخشب الثاني للداخل. ففي بداية منطقة التحول في هذا النظام اللي هو النظام الأولاني بيحدث انشقاق لكل ذراع من ذراع الخشب قطريا، يعني
الذراع بتنشق إلى نصفين، ثم يحدث التفاف لكل نصف من النصفين، أحدهما يلتف جهة اليمين والآخر يلتف جهة اليسار. ونتيجة لهذا الالتفاف بلاقي إن في نصف من ذراع خشب يتجه نحو كتلة اللحاء، وذراع الخشب الثاني في نصف منها بيتجه نحو نفس كتلة اللحاء. نطلع المنطقة اللي بعد منها ألاقي كل كتلة لحاء أصبح مجاور لها نصفي ذراع خشب، أحدهما من ذراع الخشب المجاورة لها على الجانب الأيمن، والآخر من ذراع الخشب المجاورة لها على الجانب الأيسر. ثم يحدث بعد ذلك التصاق بين كتلة اللحاء ونصفي أذرع الخشب جنب الكتلة، ثم يحدث اندماج بين نصفي ذراع الخشب ليكونوا ذراع واحد، بس بتكون النتيجة أن هذه الذراع أصبح الخشب الأول فيها للداخل والخشب الثاني للخارج، وأصبح ذراع الخشب مجاور لكتلة اللحاء على نصف متر واحد، يعني الحزمة أصبحت حزمة جانبية. اللي بنلاحظه هنا عدد الحزم الوعي في الجذر هو نفسه اللي في الساق، يعني التحول في منطقة تحول الوعي بين الجذر والساق بيحدث فيه إعادة ترتيب لكتل اللحاء والخشب وتغيير اتجاه ذراع الخشب، بحيث يكون الخشب الأول للداخل والخشب الثاني للخارج دون أن يحدث تأثير على عدد الحزم الوعي. نشوف بقى حالة تانية اللي هي الصف الثالث ده اللي أنا بشاور عليه بالمؤشر، ده نظام تاني. بلاحظ إن في النظام ده ما بيحدث انشقاق لأذرع الخشب، إنما كل ذراع بتلتف حول نفسها بحيث إن هي في النهاية تخلي الخشب الأول للداخل والخشب الثاني للخارج، وأثناء التفاف أذرع الخشب في منطقة التحول بيحدث انشطار لكل كتلة لحاء إلى نصفين، ثم يتجه كل نصف منهم في اتجاه أحد أذرع الخشب، يعني أداة كتلة اللحاء أهي بدأت تنقسم إلى نصفين، وذراع الخشب بدأت تلتف. في القطاع اللي بعد كده لقينا أذرع الخشب زاد الالتفاف بتاعها وكل كتلة لحاء انقسمت إلى نصفين. القطاع الذي يليه نلاقي الالتفاف بتاع ذراع الخشب زاد، فأصبح الخشب الأول الداخل اللي هو رأس المثلث، والخشب الثاني اللي هو قاعدة المثلث بقى للخارج. ثم نلاقي في نصين من كتل اللحاء تجاورهم مع كل ذراع خشب، وبعدين هيلتحموا مع بعض ويلتصقوا بذراع الخشب ويعملوا له حزمة جانبية في نهاية الساق. هنا برضو ما حصلش تغير في عدد الحزم الوعائية سواء اللي موجودة في الجذر أو الساق. اللي حصل هنا تغير اتجاه أذرع الخشب بحيث يصبح الخشب الأول الداخل والثاني الخارج، انشقاق لكل كتل اللحاء، وبيتجه نصف من كل كتل اللحاء في اتجاه ذراع خشب علشان يندمجوا مع بعض ويتجاوروا قطريا مع ذراع الخشب ويكونوا حزمة جانبية واحدة. الحالة الثالثة اللي هو الصف الثاني اللي قدام الصف الرأس الثاني اللي موجود قدام ده، وده اللي هنلاحظ فيه حدوث تغير في عدد الحزم الوعي. هنا الرسم بيوضح ان الجذر فيه حزمتين وعائيتين. في بداية منطقة التحول بيحدث انشقاق لكل من أذرع الخشب وكتل اللحاء، كل واحدة فيهم بتنشق إلى نصفين. طبعا أذرع الخشب لما بتنشق إلى نصفين بلاقي كل نص بيغير اتجاهه، يعني بيلتف حوالين نفسه، واحد جهة اليمين وواحد جهة اليسار. كتل اللحاء كل كتلة بتنقسم إلى نصفين عشان كل نص منهم يتجه نحو نصف ذراع من أذرع الخشب، دي الكتلة دي انقسمت إلى نصفين، كل نص منهم اتجه ناحية نصف ذراع خشب من اللي كونه. بعد كده بلاقي إن أذرع الخشب بيزيد التفافه عشان تخلي الخشب الأول للداخل والخشب الثاني للخارج، وتجاورت قطريا مع نصف كتلة لحاء. بعد كده في النهاية بلاقي أخذت وضعها اللي في الصاف، يعني بقى اللحاء والخشب على نصف متر واحد، الخشب الأول للداخل والثاني للخارج، ولاقي كل نصف ذراع خشب مع نصف كتلة لحاء عملوا لي حزمة وعية، وده اللي بيؤدي إلى تضاعف عدد الحزم الوعية في الصاف عنها في الجسم. الحالة الرابعة والأخيرة اللي هنتكلم عنها دي بيحصل فيها اختزال لعدد الحزم الوعية أثناء تحول الوعائي بين الجذر والصاف. وده بيحصل إزاي؟ إن بيحصل انشقاق لنصف عدد أذرع الخشب، يعني لو أنا عندي أربعة، اثنين منهم اللي بيحصل لهم انشقاق، كل واحدة تنشق إلى نصفين، بينما النصف الثاني من أذرع الخشب، يعني الاثنين التانيين من أذرع الخشب ما بيحصل لهمش انشقاق، ولكن بيحصل التفاف. تاني نقولها نصف عدد أذرع الخشب اللي موجودة في الجسم بيحصل لها انشقاق، والنصف الآخر من أذرع الخشب لا يحدث له انشقاق، إنما يحدث له التفاف. أما كتل اللحاء فما بيحصلش فيها أي تغير في بداية المنطقة دي. بعد كده في المنطقة التالية ألاقي إن أذرع الخشب اللي غيرت اتجاهها، وكذلك أنصاف أذرع الخشب غيرت اتجاهها بحيث تخلي الخشب الأول اللي هو رأس المثلث للداخل، تمام، والخشب التالي اللي هو قاعدة المثلث للخارج. بتقترب كل كتلتي لحاء بجوار بعضهما لكي يندمجان معا ويكونوا متجاورين قطريا مع أذرع الخشب. بعد كده بيحدث اندماج بين ذراع خشب
الخشب لم يحدث لها انشقاق مع نصفي ذراع خشب من الانشاق. تالت اقولها برضه عشان الناس ما تلخبطش، قلنا في البدايه ان نصف عدد اذرع الخشب بينشق والنص الثاني ما بيحصلوش انشقاق. يعني لو عندي اربع اذرع خشب، اثنين منهم يحصل لهم انشقاق الى انصاف فيكونوا اربع انصاف، واثنين ما بيحصل لهمش انشقاق، والاذرع كلها بتغير اتجاهها سواء انشقت او ما انشقتش، بحيث تخلي الخشب الاول للداخل والخشب الثاني للخارج. اما بالنسبه لكتل اللحاء فتقترب كل كتلتين من بعض زي ما ظهر عندي هنا عشان يندمجوا مع بعض ويعملوا كتله واحده زي ما انا شايف في المنطقه اللي بعدها. اذرع الخشب والانصاف اللي غيرت اتجاهها بحيث خلت الخشب الاول للداخل والخشب الثاني للخارج، الاقي ذراع خشب كامله بتندمج مع نصفي اذرع خشب من الانشقاق. يعني بمعنى ادق، ذراع خشب كامله هتندمج مع ذراع خشب ثانيه من اللي انشقوا الى نصفين، فكده يبقى عندي كل ذراعين خشب هيندمجوا مع بعض بعد تغيير اتجاههم ويعملوا ذراع خشب واحده، وكل كتلتين لحاء هيندمجوا مع بعض ويعملوا كتله لحاء واحده زي ما هشوف المنطقه اللي بعدها. ادي الاربع كتل اللحاء اللي كانوا موجودين اصبحوا في النهايه عباره عن كتلتين هنا، واحده هنا واحده هنا، وعندي ذراعين خشب كاملين كانوا بيغيروا اتجاههم، واربع انصاف ناتجين من ذراعين خشب المجموعه سته، كل ثلاثه اندمجوا مع بعض، الثلاثه دول عباره عن ذراع خشب زائد اثنين انصاف، فهيعملوا لي ذراع، يعني الاربع اذرع خشب هيعملوا لي في النهايه ذراعين خشب لان كل اثنين اندمجوا مع بعض ويعملوا ذراع خشب واحد. فالنتيجه ان هيبقى عندي في النهايه عدد الحزم الوعائيه اثنين بينما كان عددها في الجزء اربعه، يبقى كده عدد الحزم الوعائيه حصل له اختزال. الكون كتاب مسطور ينطق تسبيحا وتوحيدا وذراته تهتف تمجيدا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. نشوف كيفية حدوث اتصال وعائي بين الساق وكل من الأوراق والأفرع. احنا في بداية المحاضرة قلنا ان الساق بتنتهي من اعلى بالمرستيم القمي او القمة النامية اللي هي بتكون عبارة عن كتلة من خلايا مرستيمية صغيرة بتمثل المرستيم الانشائي، ليها مجموعة من الخلايا المرستيمية بنقول عليها المشتقات المباشرة للمرستيم الانشائي اللي هي بتتميز بالبروتوديرم اللي هي البشرة الاولية والبروكامبيوم اللي هو بيعطي بنمو وتشكل خلايا الانسجة الوعائية الابتدائية في الساق، والمرستيم الاساسي اللي بيدي النسيج الاساسي في السكان. هنا اثناء حديثنا اشرنا الى ان المرستيم القمي للساق بيبقى موجود على جانبي نتوءات مرستيمية صغيرة قلنا عليها بدايات الاوراق اللي هي هتنمو مع نمو الساق وتتشكل وتدين الاوراق. فالملاحظ ان البروكامبيوم اللي موجود في الساق بتنشأ منه اشرطة جانبية تمتد جانبيا في اتجاه قواعد بدايات الاوراق، وتمتد داخل قواعد بدايات الاوراق دي علشان تنقسم وتنمو وتتشكل مع نمو وتشكل خلايا الورقة وتكون للأنسجة الوعائية للورقة. طب لما يكون البروكامبيوم بتاع الساق ينقسم ويعطي خلايا تنمو وتتشكل لتكون الأنسجة الوعائية للساق، وطلع منه أشرطة جانبية بتدخل بدايات الأوراق بتتطور مع تطور بدايات الأوراق وتكون للأنسجة الوعائية بتاعت الورقة، يبقى إذا هتكون الأنسجة الوعائية في الورقة على اتصال بالأنسجة الوعائية للساق. علشان كده لما نيجي نعمل قطاع طولي في الساق هتظهر الأنسجة الوعائية بتاعت الورقة كأنها تفرعات جانبية من الأنسجة الوعائية للساق الموجودة أسفل قواعد الأوراق. نشوف الكلام ده على الرسم اللي احنا سبق شرحناه قبل كده عشان يبقى واضح قدامي. بنبص هنا ده المرستيم الإنشائي اللي بيبقى موجود في طرف الساق وأسفله خلايا مرستيمية ناتجة من انقسامه اللي بنقول عليها المشتقات المباشرة. الطبقة الخارجية دي بتمثل البروتوديرم أي البشرة الأولية اللي بنمو وتشكل خلايا تدي البشرة في الأجزاء البالغة من الساق، وعند الأشرطة الصفراء دي اللي هي البروكامبيوم اللي بانقسامه نمو وتشكل خلايا هيديني الحزم الوعية أو الأنسجة الوعائية بتاعة الساق، وبعدين الأجزاء البيضة اللي قدامي دي كلها دي عبارة عن المرستيم الأساسي اللي هو بيديني القشرة والنخاع والأشعة النخاعية في الأجزاء البالغة من الساق. نركز هنا ده شريط البروكامبيوم، ده عشان بعمل قطاع طولي في الساق بيظهر لي البروكامبيوم على هيئة أشرطة طولية ممتدة موازية للسطح الخارجي للساق، لكن هو بقى بيبقى عبارة عن أسطوانة كاملة موازية لسطح البروكامبيوم
البشرة وممتدة بطول الساق. أنا علشان بعمل قطع طول كده فالقطع بيمر بكامبيوم من الجنبين بيظهر على شكل شريطين بالشكل اللي أنا شايفهم ده، شريط في الجنب ده وشريط في الجنب ده. نركز بقى مع الأشرطة دي نلاقي طلع منها تفرعات دقيقة هي بتدخل جوه بدايات الأوراق. بدايات الأوراق دي باستمرار نمو الساق هلاقيها تنمو وتتشكل علشان تديني إيه أوراق كاملة في الأجزاء البالغة من الساق. وأشرطة البروكامبيوم الموجودة في المرسمة كامل الساق بتنمو وتتشكل وتدي الأنسجة الوعائية. في نفس الوقت الأشرطة الجانبية اللي طلعت منها ودخلت في بدايات الأوراق بتنقسم وتنمو وتتشكل علشان تديني الأنسجة الوعائية بتاعت الورقة. ولو بصيت هنا في الأجزاء البالغة من الساق هلاقي دي قاعدة الورقة، دي قاعدة ورقة كاملة يعني هتظهر فيها الأنسجة الوعائية لأنها امتداد للأنسجة الوعائية الموجودة في الساق أسفلها، وتظهر كأن الأنسجة الوعائية اللي موجودة في الساق بتيجي قبل منطقة العقدة اللي بتخرج عليها الورقة وتنحني عن مسارها في الساق وتدخل للورقة، وبكده هتظهر الأنسجة الوعائية للورقة كأنها تفرعات من الأنسجة الوعائية بتاعت الساق. الجزء من الأنسجة الوعائية اللي بيصل الأنسجة الوعائية بتاعت الورقة الأنسجة الوعائية للساق اللي هو الجزء ده بنسميه بالأثر الورقي، وكل ورقة ممكن يدخلها أثر ورقي واحد أو أكثر. ففي نباتات ذوات الفلقتين يتراوح عدد الآثار الورقية بين 1 لـ3، أما في ذوات الفلقة الواحدة فبيكون العدد كبير بنقول عليها عديدة الآثار الورقية. الحتة اللي أنا عايزك تلاحظها هنا ودي ظاهرة في القطاع الطولي وأوريها لك في القطاعات العرضية أيضا، إن نتيجة انحراف الحزم أو الأنسجة الوعائية في الساق عن مسارها الطولي بالساق وانحنائها وبروزها إلى داخل الورقة بتعمل فصل للأنسجة الوعائية في منطقة الانحراف ده. يعني الأنسجة الوعائية طلعت مسارها في الساق كده بتيجي قبل العقدة بمسافة بسيطة وتبدأ تنحرف عن مسارها في الساق وتتجه وتبرز جانبيا كده في اتجاه قاعدة الورقة. هذا الانحراف بيترتب عليه حدوث فصل الأنسجة الوعائية في المنطقة دي، والمكان اللي بيحصل في الفصل بيمتلئ بخلايا بارنكيمية فبنسميها بالفجوة الورقية أو الثغر الورقي. يبقى اذا كل اثر ورقي يعني كل جزء من الانسجه الوعائيه هيدخل يغذي الاوراق هيبقى في قبضته فجوه ورقيه او ثغر ورقي ممثل بخلايا بارنكيميه. نشوف على رسم تاني اوضح، ده بيبين لي اسطوانه الوعائيه، ده رسم تخطيطي عشان يفهمني العمليه دي. بيبين لي هنا دي الاسطوانه الوعائيه بتبقى طالعه اسطوانه متكامله مع بعضها كده من اللحاء والخشب بتيجي قبل منطقه العقده، والاقي في اجزاء من الانسجه الوعائيه بتاعت الساق بدأت تنحرف عن مسارها في الساق وتتجه جانبيا علشان تدخل إلى داخل الورقة وتغذيها، تخلي في اتصال بين الأنسجة الوعائية للورقة بالأنسجة الوعائية للساق. فواضح عندي هنا إن في 3 آثار ورقية معاملين اهو، وكل أثر ورقي انحرف عن مساره في الساق اتكون مكانه أو عمل فصل للأنسجة الوعائية وامتلأ مكانه بخلايا بارنكيمية اللي هو الجزء اللي ظهر فادي ده بنسميه بالفجوة الورقية أو الثغر الورقي. فهنا عندي 3 آثار ورقية وكل أثر ورقي في قبضه موجود ثغر ورقي أو فجوة ورقية. في عندي هنا رسم تاني أو شكل تاني بيوضح لي اسطوانة وعائية قبل منطقة العقدة انحرف جزء واحد فقط من الاسطوانة الوعائية عن مساره في الساق واتجه جانبيا ليتصل بالأنسجة الوعائية للورقة عشان يغذيها، ومكون مكانه في الاسطوانة الوعائية فجوة ورقية اللي هي بنقول عليها فراغ اتكون في الأنسجة الوعائية لكنه امتلأ بخلايا بارنكيمية. بعد منه بشوية بلاقي في أثر تاني عن مساره في الساق واتجه جانبيا عشان يغذي احد الاثرى الجانبيه. احنا عارفين ان كل ورقه بيبقى في قبضها برعم، والبرعم ده لما يمه بيدي فرع خضري عاده او يدي زهره، تمام؟ فالفرع لازم برضو في انسجه وعائيه تغذيه، او المفروض ان لازم يكون في اتصال وعائي بين الانسجه الوعائيه للفرع والانسجه الوعائيه للساق. فعند قاعده كل فرع او قبل قاعده كل فرع بلاقي في جزء من الانسجه الوعائيه للساق بينحرف عن مساره في الساق واتجه جانبيا ليتصل بالانسجه الوعائيه بتاعت الفرع. بنسميه في الحاله دي بالاثر الساقي او الاثر الفرعي برانش تريس. يعني الحكايه مش مجرد ان يبقى في اتصال وعائي ما بين الانسجه الوعائيه للاوراق والانسجه الوعائيه للساق، لا، لابد ايضا من وجود اتصال وعائي بين الانسجه الوعائيه للفرع والانسجه الوعائيه للساق. فزي ما بينحرف جزء من الانسجه الوعائيه للساق علشان تتصل بالانسجه الوعائيه للورقه وبنسميها
بنسميها الأثر الورقي، وهذا الانحراف يترتب عليه حدوث فصل جزئي للأنسجة الوعائية في هذه المنطقة بتمتلئ بخلايا برانكيمية وبنسميها الفجوة الورقية أو الصبر الورقي. نفس الكلام بيحصل أيضا بالنسبة للأفرع، إن في جزء من الأنسجة الوعائية بينحرف عن مساره في الساق واتجه جانبيا ليغذي الأفرع، بنسميه بالأثر الساقي برانش تريس، وانحرافه بيؤدي إلى انفصال جزئي في الأنسجة الوعائية اللي موجودة في الساق بتمتلئ بخلايا برانكيمية وبنسميها أيضا بالفجوة الساقية أو الثغر الساقي. لما نعمل قطاعات عرضية في منطقة العقدة، والعقدة زي ما قلنا قبل كده هي مكان خروج الورقة على الساق، وتحديدا العقدة هي مكان اتصال الورقة بالساق، دي المنطقة دي اسمها عقدة. أما المسافة ما بين عقدتين فبنسميها سلمية. لما نيجي نعمل قطاع عرض في منطقة العقدة هنلاقي إن الأنسجة الوعائية هتاخد غالبا أحد الأشكال اللي معروضة قدام. في الشكل ده مثلا بتظهر الأنسجة الوعائية على هيئة صوانة كاملة في انفصال جزئي في احد جوانبها نتيجه بروز جزء منها خارج الاسطوانه الوعائيه، فبيعمل انفصال جزئي. هذا الانفصال بيمتلئ بخلايا برانكيميه بتصل القشره بالنخاع. جزء اللي انحرف عن مساره في الساق او اللي انحرف عن الاسطوانه الوعائيه بنسميه بالليف تريس اي الاثر الورقي، والجزء اللي امتلئ بخلايا برانكيميه ده بنسميه بالفجوه الورقيه. وفي الحاله دي بنقول على الورقه ان هي يوني لاكيونار. يوني لاكيونار يعني أحادية الفجوة، والمقصود بالفجوة هنا اللي هي الفجوة الورقية، وممكن نقول عليها أحادية الأثر الورقي. تمام. في نوع تاني من النباتات لما نعمل قطاع عرضي في منطقة العقدة تظهر عند الأسطوانة الوعائية بالشكل ده، الأجزاء اللي هي عاملينها على شكل خطوط دي مظللينها بخطوط دي بتمثل الخشب، أما الأجزاء البيضة اللي بره دي بتمثل اللحاء. وبلاقي إن في ثلاث حزم وعائية خرجوا عن مدارهم في الأسطوانة الوعائية، يعني برزوا خارج الأسطوانة الوعائية، دول اللي بيتجهم ناحية الورقة علشان يربطوا الأنسجة الوعائية للورقة بالأنسجة الوعائية للساق، ونتيجة خروجهم عن مسارهم في الأسطوانة الوعائية عملوا فصل جزئي امتلأ بخلايا برانكيمية، فهم ثلاث آثار ورقية هيعملهم ثلاث فجوات ورقية يسموها ترايلاكيونار، يعني ثلاثية الفجوات، وهي في نفس الوقت ثلاثية الآثار الورقية. الرسم اللي بعد كده في منطقة العقدة للساق بتحتوي على عدد كبير جدا من الحزم الوعائية مترتبة على شكل حلقة كاملة، في ثلاث آثار ورقية يتكونوا فيها. ده الأثر الأول اللي هو انحرف عن مساره في الساق وبرز للخارج عشان يتصل بالأنسجة الوعائية للورقة، والأثر الثاني هنا مكون من ثلاث حزم وعائية صغيرين متجاورين، والأثر الثالث مكون من حزمة وعائية كبيرة، فدي برضو بنسميها تراي لاكيونار أو ثلاثية الآثار الورقية. نيجي بقى على الرسمة دي، ملاحظ للساق في عدد كبير جدا من حزم الوعائية مترتبة على شكل حلقة، وفي عدد كبير جدا من الأنسجة الوعائية على هيئة حزم صغيرة برزت للخارج عن الأسطوانة الوعائية علشان تغذي الورقة، فطبعا عددهم أكثر من ثلاثة، فدي بنسميها مالتي لاكيونار، يعني عديدة الفجوات، وهي في نفس الوقت بتكون عديدة الآثار الورقية، لأن زي ما قلنا كل آثر ورقي بيبقى مقابله فجوة ورقية تشغل مكانه في الأسطوانة الوعائية. ننتقل لرسمة تانية زي الرسمة اللي هي موجودة قدامي هنا دي. دي قطاع عرضي في منطقة العقدة لساق أحد النباتات اللي هي بتحمل على العقد بتاعتها أوراق في أزواج متقابلة، يعني الساق بتحمل الأوراق في أزواج متقابلة، لكل عقدة بيبقى فيه ورقتين، ورقة بتكون خارجة في أحد الجهات والورقة الثانية بتبقى خارجة في الاتجاه المقابل لها. علشان كده بنلاقي إن الحزم الوعائية مترتبة على شكل أسطوانة في منطقة العقدة، ما عدا كل طرف بلاقي في حزمتين انحرفوا عن مسارهم في الأسطوانة الوعائية وبرزوا للخارج علشان يغذوا الورقة اللي موجودة في الاتجاه ده، وفي الطرف الآخر في حزمتين انحرفوا عن مسارهم في الأسطوانة الوعائية عشان يغذوا الورقة اللي هي خارجة في الاتجاه المقابل. فهنا كل ورقة بيغذيها حزمتين وعائية بيدخلوا لكل ورقة علشان يربطوا الأنسجة الوعائية بتاعتها بالأنسجة الوعائية للساق. لكن في نفس الوقت بلاقي الحزمتين أو الأثرين الورقيين سابوا مكانهم فجوة واحدة، فهنا بنقول على الورقة في الحالة دي إن هي بتملك تو ريسز أند يوني لاكيونار. الورقة لها أثرين ورقيين اللي هما الحزمتين دول وفجوة ورقية واحدة. هنا مش بنتكلم على الورقتين مع بعض، لا، في كل جانب ورقة، كل ورقة
بيغذيها حزمتين وعائيتين او اثرين وعائيين انحرفوا عن مسارهم في الساق ودخلوا الورقه علشان بيغذوها، والحزمتين في نفس الوقت سابوا مكانهم فجوه ورقيه واحده. كده الورقه بتكون ذات اثرين ورقيين وفجوه ورقيه واحده. نيجي بقى للجنب الثاني، الصوره اللي في الجهه الاخرى، ودي اخر صوره عندنا قدامنا. بنلاقي دي الاسطوانه الوعائيه الرئيسيه بتاعت الساق في منطقه العقده، بنلاقي فيه جزء من الانسجه الوعائيه انحرف عن مساره في الساق، وبلاقي الجزء ده عباره عن ثلاثه اشرطه من الانسجه الوعائيه، واحد منهم في الخارج، ده يمكن اول جزء انحرف عن مساره في الساق واتجه ناحيه الورقه علشان يتصل بالانسجه الوعائيه بالورقه، وده اللي بنسميه الاثر الورقي. بعد كده في شريطين يعني وضعهم متعامل مع الاثر الورقي، دول انحرفوا عن مسارهم في الساق علشان يغذوا الفرع اللي موجود في قيمه الورقه، لان احنا عارفين ان كل ورقه بيبقى في قيمتها برعم، والبرعم ده لما بينمو بيكون فرع خضري او ممكن يكون زهره اذا كان النبات دخل في مرحله النمو الذاتي. المهم ان الجزء اللي انحرف عن مساره في الاسطوانه الوعائيه بتاعت الساق وبرز للخارج عباره عن ثلاث اشرطه من الانسجه الوعائيه، واحد منهم انحرف ليعمل اتصال بين الانسجه الوعائيه للورقه بالساق اللي بنسميه الاثر الورقي، وشريطين بينحرفوا عن مسارهم في الاسطوانه الوعائيه ويتجهوا الى الساق او الفرع الجانبي عشان يعملوا ربط بين الانسجه الوعائيه للورقه بالانسجه الوعائيه للساق، ودول بنسموهم الاثر الساقي، وسابوا مكانهم فجوه واحده في الاسطوانه الوعائيه. الفجوه دي هي عباره عن فجوه ورقيه. في الجهه المقابله بلاقي نفس الكلام، معنى كده ان الساق بتاعت النبات ده بتحمل الاوراق في ازواج متقابله، في احد الجهات خارج ورقه، الجهه المقابله خارج ورقه ثانيه، وكل ورقه قيمتها برعم او فرع ناتج عن نمو البرعم، علشان كده كل جانب بينحرف اثر ورقي واثر فرعي، الاثر الورقي بيغذي الورقه والاثر الفرعي بيغذي الفرع، وبيسيبوا مكانهم فجوه واحده. فدي بنسمي الورقه في الحاله دي يوني لاكيونار، يعني ورقه ذات فجوه واحده، والفرع ايضا ذو فجوه واحده، بينما بنلاقي الورقه لها اثر ورقي والفرع بيكون له اثر. واكتفي بهذا القدر في هذه المحاضره، والى ان القاكم في محاضرات اخرى نكمل فيها الحديث عن التركيب الداخلي للساق، حيث سنتناول في المحاضره القادمه ان شاء الله النمو الثانوي في السيقان، ونعرف يعني ايه حلقات النمو، ونتعرف ايضا على الخشب الربيعي والخشب الخريفي والخشب الصميمي والخشب العصيري، ونتعرف على حالات النمو الثانوي الشاذ. والى ان القاكم في هذا الجزء، استودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، ولكم مني خالص تحياتي واطيب تمنياتي بالتوفيق والنجاح، ودمتم في حفظ الله وامنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.